ومن هذه المعجزات أيضا نطق الضب شاهدا بنبوته صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ذلك أن أعرابيا يعني عربي من البدو اصطاد ضبا وجاء حتى وجد القوم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واللات والعزى لا أؤمن به حتى يشهد له هذا الضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للضب من أنا؟ قال أنت رسول رب العالمين، أنت رسول رب العالمين. فلما سمع الأعرابي ذلك أسلم ونطق بالشهادتين. هذه بعض المعجزات التي تذكرنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أيده الله تعالى في ذلك من هذه المعجزات التي ما سمع بها ولا رآها أحد من الغلاظ إلا وآمن واستجاب. ولا يمكن أن يبقى على كفره وشركه بعد رؤية هذه المعجزات إلا مكابر معاند.